فالتقوى أمر إلهي لجميع الناس المولودين من ذكر وأنثى، ولا يأمر الله بشيء مستحيل. فإذا أمر الله جميع الناس المولودين من ذكر وأنثى، يعني مسلمين وغير مسلمين، إذا أمرهم بالتقوى لابد أنه بالإمكان أن يكون التقوى موجودة من غير المسلمين. لا يأمر الله هكذا بشيء غير موجود. وعلى هذا قد يكون غير المسلمين متقين، خاصة إذا نحن ما عندنا حسن عرض للإسلام أصلا حتى نطالب منهم الإيمان. نحن نطالب منهم الإيمان بإسلامنا الذي كما قلت تصرفنا فيه وقدمنا وأخرنا، ولا نأمرهم بإسلام الله الذي أوله الغايات. فكيف إذا شرحت سنن الله؟ بالعكس، الإسلام ثقافته قوية جدا في هذا الأمر ومقنعة، بس أنت البلاء من عرضك أنت الإسلام، من إهمالك للغايات، من بدئك بالتفاصيل، وإن كانت تفاصيل حقيقية بعضها صحيح، لكن تبدأ منها هكذا ثم الآخر يكفر بما تقدمه أنت فتسميه كافرا لا يحق لك، إلا إذا علمت يقينا أنه من طبيعته متعصب ومتكبر ومتعنصر وضد المسلمين، ضد العرب، ضد هذا نعم هذا. ولذلك الله أمر أن يتقي الجميع، كل مولود من ذكر وأنثى يجب عليه التقوى، والله سيتقبل من المتقين ولن يتقبل من غير المتقين، لأن غير المتقي غالبا ليس يعني أو سيفسد في الأرض أو سيسهم في الفساد الذي يظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هذه من الفوائد الكبرى، أن كما قلت التقوى نداء عام من الأنبياء إلى ما نسميهم الكفار، لأن أنا عندي تعريف من القرآن لمعنى الكافر ولمعنى المشرك ولمعنى المنافق ولمعنى الإسلام ولمعنى، ليس فوضى. كل التعريفات التي ورثناها لو يعني غير صحيح، أو على الأقل الذي أعرفه أنا من خلال التراث والمكتوب أن التعريفات غير صحيحة، قد تأخذ جزءا من الحق وتضيف أجزاء من الباطل. نواصل. إذن أعيد الآية المهمة في سورة الحجرات: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هو الذي سيعرف من المتقي. لا نزعم نحن كمسلمين أن نحن الأتقى، لا، نحن الواقع ما يشهد من قديما وحديثا الكبر والغرور الذي ينتج سفك الدماء ونهب أموال الناس الباطل ولذلك النتائج ترونها يعني. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن لا يظلم الله الناس مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت تظلم نفسك بعدم الانتباه لصناعة نفسك صناعة إلهية إن صح التعبير، صناعة وفق عين الله، ولتصنع على عيني، على رؤيته، على وحيه. فإذا صنعت صناعة سليمة ستنتج منتجات سليمة، أما إن صنعت نفسك أو صنعك المجتمع وصنعك تصنعت وفق ما يرى الآخرون، فبهذا ستكون المنتجات منتجات بشرية، والبشر قاصرون مهما عملوا صنعة الله، فطرة الله ومن أحسن الله، أو صنعة الله ومن أحسن الله صنعة.